مانجا. بنتي ده مش لا ومش اي مانجا، ده مانجا من اللي انت بتعشقها. استنى استنى لسه في حاجه ما خلصت. لسه في تاني؟ لسه في تاني. سيدي ده رضا بقى. لا ده ماشي، انا عارفه ان هو رضا. انا ساكت على كده، انا موافق كل ما اعمل تحدي. بص بقى، ده تحدي، ده تحدي السرعه ماشي؟ السرعه اه، ده تحدي سرعه. اللي هيخلص الاول بس. انت بقى ايه التحدي؟ العقاب الجزء الرابع للماده على رجلي. يلا. اه انا ما قلتليش ايه رايك في الطقم اللي انت جايبه. تسلم ايدك. تسلم ايدك طبعا، جميل خالص. انت لو كسبتيني هتمديني العقاب؟ ايوه همدك. ايوه يسلم حبيبي. ايوه العقاب ما فيهاش بقى ايه، انت جوزي. انا ايوه انت جوزي وحبيبي وكل حاجه، بس همدك. اتفقنا؟ معايا في التحدي؟ معايا؟ وطقم جديد وايه ده؟ ايه يا سيدي بقى؟ بس برضه هغلبك يعني هغلبك. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا واحد اثنين ثلاثة. ايه رايك في المانجا تقيلة قوي دي؟ جميلة بس كانت عاوزة اشرب مية اوسع شوية. كفايه عليك ايه؟ طب خلينا نصدقها جميلة قوي. طب قربيها كده، قربيها. طب والله قربيها كده. جميلة أوي. لا تسلم إيديك. والنبي سيبنا نكسب. المشكلة إن الجوافة معمولة بلبن، وأنا اللبن ما بيحبنيش خالص. كده كتير، كده كتير. على فكرة إحنا ما كناش هنعمل تحدي أصلاً، ده إحنا كنا أنا عازماه بس، وأنا سوف كنا جايبين طعم جديد عازماه على تفاخينا. هتنسحب ولا كمان جو؟ انسحب انت، خليت حاجة. انا نفسي اكسب قصادك. سوسن؟ اه مش مش مرة مرة كده هنيجي نكسب. طبعا هو هيسامحني عشان اخسر. احنا ما كناش عاملين تحدي. ما كناش عاملين تحدي. انا غير اصلا من بره، وما كانش ليا مزاج للتحدي. بس مالك يعني؟ يلا نجهز العقاب. لمي. وتاني. قبل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ هي جيبك شايلة ده كله؟ كله الأحزان. نعم. فارقي؟ لا. فارس؟ لا. يلا ده عقاب. يلا. فارقي. يلا. هتعمل إيه إسلام؟ إسلام. انا ما بحبكش تعاقبني عشان انت بتعاقب عقبوني. حقك عليا، انا اسف. قلت لك انا جبت عريان. يا ريت يعني اشربك مانجا بالطريقه دي. والله العظيم بامانه، مانجا تسلم ايدي.
والله المانجا بامانه تسلم ايدي. انا شايف بقالك فتره كده الرابط طويله. لا يا لا بطه يا سلام تسلم. انت عاوزه اختاري لك صبع؟ لا انا والله اصلا صبعي ما بحبش اصلا الضفر الطويله. ما انا هشيل من صبع. لا 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 هشيل صبع. انت بطل نوت عشان هشيل الصبع ده. والله ضفر صغيره ضفر. هشيل الصبع ده هو يا بطة وسعيني. لا يا واحد فوق خمسة في ستة بكام؟ خمسة في ستة بكام؟ اخلصي اخلصي. ازاي؟ انا خلاص مش هعمل واحد قال لي عدى صباح. يا كام؟ عد يا بطة. خمسة كده تسعة. تسعة؟ لا يا سلام كفاية. انت معمك؟ عد السبعة ده وخلاص. استني بقى. في حاجة هعملها لك لو عرفتي ديت ايه؟ عرفتي ريحتها حاجة ريحتها جميلة جدا لو عرفتي هي ايه؟ خلاص يا اسلام انت مديت. والعقاب مدي يا اسلام. هرحمك من العقاب بس تعرفي هي ايه الحاجة؟ يا اسلام حرام عليك يا اسلام انا ما بحبش العقاب والله مش هخش معاك تاني. اسلام انت بتعمل ايه؟ ايه ريحته ايه؟ ايه الجمال ده؟ ريحة جمال. فور فور كده خلصت حلقتنا. ويا رب تخش معايا في تحديات تاني. يا بنتي كنت وصيت لك صباع. لو خلاص يا اسلام كفايه انت ضربتني وعضتني كده حلقتنا وشم بس انا وايه اللي انت كنت مشمموني ده؟ ده مفاجاه. كده حلقتنا خلصت. طب فصلني يا اسلام انت مكتفني كده ايه؟ ان شاء الله استنونا في عقاب جديد واللي انت شمتيه على رجلك.